السلام عليكم، اهلا وسهلا. المره اللي فاتت اتكلمت مع الدكتور سو على الاطفال، وقلت له شنو الحاجات اللي نحتاجوها كاهل باش نساعد الصغار بتاعنا اللي في مدارس دوليه اللي المنهج بتاعها كلهم انجليزي، وصرنا نتكلم عن تكنيكات مختلفه تساعدنا في الشيء هذا. اليوم حنتكلم عن الايلتس والاو اي تي. فنسال الدكتور سو، شنو الايلتس شنو الاو اي تي؟ تمام، بالنسبه للايلتس يعني يعتبر اختصار لكلمه الايلتس هي انترناشونال انجلش لانجويج تيستينج سيستم. تمام، هذا بالنسبة للآيلتس. بالنسبة للأوي تي هو اختصار لـ Occupational English Test. فالمشترك، الحاجات النقاط المشتركة بيناتهم أن الاثنين يعتبروا امتحانات يعني standardized أو موحدة معيارية، بمعنى أنا لو درتها في ليبيا زي لما تديرها في مصر زي لما تديرها في إيطاليا أو أي كان تاني في العالم، يعني مجرد نجاحك أو حصولك على الدرجة اللي أنت يعني تبي تتحصل عليها خلاص يعني حينقبل منك هذا المشترك بيناتهم الاثنين. فبالنسبة للدرجة، كنت تكلمت عن الدرجات، شنو الفرق بين درجات الـ IELTS والـ OET؟ بالنسبة للدرجات هذا يعتمد على الجهة اللي طالبة منك الامتحان أو السبب اللي أنت حتاخذ عليه الامتحان مثلاً. فالـ IELTS يعتبر تقدر تقول من الامتحانات اللي هي يعني عامة أكثر أو شريحة أكبر من الطلبة، من الناس، من المواطنين حيستفيدوا منها، مقارنة مثلاً بالـ OET. لأن الـ OET حينقسم على المهنة، يعني مثلاً في الامتحان الـ OET اللي هو خاص بالمدرسين أو الأطباء، في الـ OET اللي خاص بالصيدلة pharmacy، في اللي خاص بالتمريض nursing. يعني كل فئة أو كل زي ما تقول وظيفة عندهم امتحان خاص بهم، هذه الفكرة يعني. بالنسبة للـ IELTS هل هو امتحان واحد ولا في أنواع مختلفة؟ حتى الـ IELTS في أنواع مختلفة، يعني عادة التقسيمة الرئيسية أو المتعارف عليها اللي هي بين الأكاديميك والجنرال training، بس بعدين ضافوا اللي هو حاجة اللي هي UKVI يعني فيزا لها علاقة بالتأشيرات يعني. فحتى في UKVI في فصحت منها زي ما نقول أنواع، في اللي هو UKVI اللي هو شبيه بالأكاديميك أو الجنرال يعني نفس الامتحان بالضبط ما فيش اختلاف، وفي اللي هو حاجة يقولوا لها Life Skills يعني مستواهم أقل والنمط الامتحان مختلف عن المعروف. هذا موجود في ليبيا أو لا؟ بالنسبة لامتحانات الايلتس كانت فترة مش موجود اللي هو UKVI الخاص بالفيزا، لكن توها موجودات كلهم حاليا يعني. اوكي، الاربع انواع موجودات في ليبيا يعني. موجودات. والاو اي تي هل هو موجود في ليبيا او لا؟ لا، في ليبيا مش موجود الاو اي تي. فنقول لك الايلتس في اربع انواع، وقلت لي الاربع موجودات في ليبيا. نبدأ اول حاجة كطالب او كشخص بياخذ امتحان، شو نستفيد منه؟ طبعا بالنسبة للايلتس فرضا لو انت مثلا الطالب مثلا كمل ثانوية ويبي ياخذ يبي يدير البكالوريوس بتاعه برا، حيطلبوا عليه ايلتس يعني واحدة من الحاجات اللي حيطلبها، او زي ما تقول شيء يعادله. لكن بالنسبة للناس اللي هم مثلا يبوا يديروا ماستر او يبوا يديروا بي اتش دي دراسات عليا يعني، او حتى الاطباء اللي بيمارسوا الطب في الخارج حيطلبوا عليهم ايلتس، لكن الدرجة مش نفس اللي يطلبوا عليها اللي هم البكالوريوس، مش نفس اللي يطلبها على اللي بيدير ماستر، يعني الدرجة المطلوبة تختلف. هذه الفكرة اللي وصلت لك يعني. بالنسبة للدرجة بتاعها كيف بناء على شيء تبدا او كيف تاخذ الدرجة بتاعها يعني؟ بالنسبة للايلتس يحسبوا في الامتحان يسموا فيها حاجة يقولوا لها الباند سكور، او يعني درجة تحسب من 9. فتختلف على حسب يعني على حسب جزئية الامتحان، listening, reading, speaking writing. بالنسبة للreading والlistening مشابهة نوعا ما، يحسبوا فيها من 40 درجة. يبدو يعطي فيك رينجز يعني. بالنسبة للأكاديميك ايلتس مثلا يعني باش تجيب على سبيل المثال 7 اللي هو الدرجة تعرف الدرجة التارجت لأغلب الناس يعني هي اللي تنقبل يعني درجة كويسة تعتبر 7 مثلا، لازم تكون مجاوب 30 من 40 في الريدنج و 30 من 40 في الليسنينج باش تجيب 7 مثلا. وبالنسبة للسبيكينج والرايتنج عندك هما حاجة يقولوا لها ديسكريبتورز أو زي ما تقول كرايتيريا معايير معينة على أساسها حيعطوك الدرجة من 9، يعني كل معيار بروحها حيقيموه لوحده يعني بروحها من 9، بعدين ياخذوا لك المتوسط وتاخذ درجتك في الرايتنج وتاخذ درجتك في السبيكينج يعني. أما أصعب واحدة فيهم؟ يعني مثلا بالنسبة لنا احنا عادة نجيبوا في الليسنينج وفي السبيكينج يجيبوا أغلب الطلبة يجيبوا درجات أحسن من الريدنج والرايتنج، يعني على الأقل بالنسبة لنا احنا كمتكلمين بالعربية تقدر تقول الرايتنج أصعب شيء يعني، خصوصا لما تبدأ الدرجة المطلوبة اللي هي عالية مثلا زي 7، هم الناس اللي عندها بتدير دراسات عليا أو الأطباء أو المحامين أو كذا، فيطلب عليهم في درجة عالية يعني. هل حد يجيب مثلا 8 او 7.5 وفي رايتنج يجيب 5 او 6.5 ويحصل بعد سكور اللي بيه هو 7؟ لو المتوسط يطلع في الاخير 7 يعني عادي ما فيش مشكله، لكن في الغالب الجهات اللي تطلب عليك في الامتحان تطلب بتقول لك مثلا 7 كافريج و6.5 مينيمم في كل واحده. ما يمشيش الحال مثلا انت جايب واحده عاليه وبعدين
ما يمشيش الحال يعني، لانه يطلبوا زي ما تقول المينيمم في كل واحده على حده يعني كتاش. يعني معطوك الدرجه حيكون فيها الباند سكور او المتوسط بتاعهم، وحيكون في الباي كلهم قداش حصلت فيهم درجه يعني. بالضبط كل واحده اصلا حيعطيك فيها قداش. اوكي. يعني ريدنج حيقول لك من 9 قداش، ليسننج من 9 قداش، رايتنج وسبيكنج كل واحده حيكتب لك من 9 قداش جبت فيها، بعدين يعطيك المتوسط الاوفر اول يعني. هذا مكتوب في الشهاده. مكتوب في الشهاده. اوكي. شهاده نفسها شهاده لايتس مكتوب لك يعني هذا. اوكي. كان في دكتور يبي يختم برا او مثلا بيقرا برا، هل عادي ياخذ ايلتس؟ ما فيش او اي تي في ليبيا ياخذ ايلتس عادي؟ يقدر ياخذ ايلتس عادي يعني، يقدر يحضر الامتحان وياخذ لايتس مش اي مشكله يعني، مجرد يجيب الدرجه المطلوبه منها، هي في الغالب في الغالب 7 يعني، تقدر تقول 7 كاوفرول، ومرات يقول لك 6.5 مقبوله ككل واحده على حده، ومرات مرات في جهات معينه يقول لك لا 7 في كل شيء و7 لكل زي ما تقول لكل جزئيه حتى هي على حده لازم 7. فيقدر مش ضروري يدير او تي، لكن في نفس الوقت يعني الاو تي في ميزه ان بيجيك النص او بيجيك يعني الامتحان بيجيك في تخصصك، هذه الميزه يعني، هذا واحد من الاسباب اللي خلت هلبا اطباء يتوجهوا للاو تي، يقول لك في الاخير اسهل ان انا تجيني حاجه في ضمن كلمات يعرفها. بالضبط الكلمات حتكون مالوفه، لكن في نفس الوقت هذا تقدر تقول يعني سيف بحدين، علاش؟ لانه هو يعني تخلق نوع من زي ما تقول من الاطمئنان الزائف يعني، انك كنت تقول اه هذه هي ظبطها الكلمه هي سهل سهل، في الاخير يطلع التقييم ما يطلعش زي ما تتوقع. ففي الحالتين انت سواء اخذت ايلتس سواء اخذت او اي تي، انت محتاج لغتك مستواك يكون بيكون يعني مقابل او قريب من الدرجه اللي انت طالبها، من التارجت اللي انت طالبها، غير هيك صعب، بتقعد ديما بتجيب درجه اقل في الامتحان من اللي تبها. هل نقدر ناخذ exam preparation course ونحسن مستواي كلغه انجليزيه في نفس الوقت في الكورس نفسه؟ هذه واحده من المشاكل طبعا. الاجابه القصيره لسؤالك ولا للاسف يعني. طريقه تصميم اصلا preparation course يعني حتى لما يبدا في grammar او يبدا في مثلا vocab مفردات يعني عاده انما هي مراجعه على اكثر لا اقل يعني، حتى المدرس مش حيركز لك عليها، المدرس اللي حيعطيك preparation course يعني الهدف الرئيسي للمدرس انه هو بيحضرك للامتحان، تكنيكات الامتحان، انواع الاسئله اللي تجي في الامتحان، التايم مانجمنت، كيف تتحكم في وقتك ما تضيعش وقت يعني. كورسات preparation بصفه عامه سواء الاو اي تي او الايلتس يعني مش حتقويك في اللغه، بتحضرك للامتحان، حتفهم الامتحان اكيد طريقته حتكون ظابطه هذه، لكن انت ما عندكش القدره اصلا تجيب الدرجه اللي انت مش مستوى في اللغه اللي انت تقدر تجيب الدرجه. ما تقدرش يعني، ديما نشبه هنا في الموضوع نشبه فيه بقصه فلوس وبتشتري سياره، يعني عندك سياره ب 15000 وانت تحتك 10000 يعني، مهما انت يعني ما فيش كيف حتى بتقنع صاحب السياره يقول لك خمسه هلبه، يقول لك ما فيش كيف يعني، ما جيب 5000 وحاضر خذها سياره، فهي نفس الفكره يعني. بالنسبه للرايتنج شنو كيف تعمل انت مع الشيء هذا؟ هو عاده بالنسبه للرايتنج هو بيكون عليه التركيز اكثر شيء في الامتحان يعني، اغلب الطلبه سواء في الاو اي تي سواء في الايلتس يعني عاده المشكله او تقدر تقول الخلل بيكون في الرايتنج. ففي الرايتنج نفس الشيء يعني، مجرد نبدا الكورس مجرد نغطي له الليسننج والليسننج وريدنج وسبيكنج حنلهو بالرايتنج بالتفصيل. اول حاجه حنديره مثلا تصحيحها يعني، اول تاسك مثلا نعطيه للامتحان وخليه يعطيه فرصه مثلا اجابه، ومنها نشوفه كبيس لاين هذا شن طريقه كتابه الطالب، شن مثلا لما تقول المستيكس الكومن مستيكس اللي يدير فيها، الاشياء اللي عنده فيها مشكله نتكلموا عليها، وبعدين نبدا من الخطوه ذيك نبدو نركزوا طريقة الامتحان كيف تكون، شو الأسئلة اللي تجيبوا فيها في تاسك 1، شو الأسئلة اللي تجيك في تاسك 2، مثلا لو بتكلموا عن الايلتس ولو او اي تي يعرف أنواع اللترز، ديسشارج لتر مثلا ورقة خروج، مثلا ريفيرال تحويل، حتى في مثلا عدد معين من اللترز، وفي نفس الوقت نتكلم عن طريقة التقييم، شنو يعني بنحطه روحنا في مكان يعني لازم الطالب نفهمه كممتحن، شنو أنت لازم الطالب نعيشه دور الممتحن، يعني أنت كممتحن شنو الحاجات اللي بيشوفها. يعني لازم يعرف الديسكريبتورز اللي هم في الايلتس اللي هم يسموا فيهم تاسك اتشيفمنت كوهيجن كوهيرنس، الحاجات اللي تشوفها مش صح اصلا. بالضبط هذه الحاجات اللي حيشوفها الممتحن، ونفس الشيء حتى في الاو اي تي عندك اللي هم دو كرايتيريا معينه اللي هي من ضمنها بيربس كونتنت كونسايسنس كلاريتي، يعني عنده تسميات جامع ستايل يعني حاجات معينه منهجيه الممتحن حيمر بها وحيقيم على ضوءها، حيقيم الكتابه بتاعك. لازم الطالب يكون عنده فهم دقيق بالضبط انا كيف الممتحن
حيقيمك على أما يعني على أما معيار حيعطيك الدرجة اللي هي من 7 من 9 وبيعطيك اليوم في الأو تي من A B C يعني. لكن شنو أكثر أو نصيحة فهذه كنت أعرف قدرت الآيلتس كامل صح؟ قدرت الآيلتس قداش درجة حصلتها من الآيلتس؟ جبت في 8.5 الأوفرول. قداش ليه فترة لك؟ لا قديمة من 2013 أوكي لكن شنو حاجة سواء قريت كورسات أو أنت درت امتحان بنفسك شنو نصيحة أفهاتك درت أكثر فائدة لما درت امتحان أو وصلتك أنت درجة عالية زي هيك يعني؟ أنا أهم شيء أن الطالب يوصل بالمستوى بتاعه يوصل للتارجت المطلوب هي هذه أن يعني ما يكونش في اختلاف بين هدفك وبين مستواك الحقيقي لأن شنو حيصير لو أنت مثلا طالبينك يعني مطلوب منك تجيب نقوله 6 وأنت مستواك الفعلي 6 حيكون الموضوع سهل جدا يعني preparation course بس على السريع وحتجيب السكور لطالبة يعني ويخي في بعض الأحيان مش بحط طلبة لما كان مستواهم اعلى من الدرجه المطلوبه يعني قابلني طالب درست عليه بيدير البكالوريوس بتاع في بريطانيا تمام ومستواه الحالي انه هو قاري اصلا كله قاريه بالانجليزي ما نجح ومداير ممكن الاي ليفلز يا الاو ليفلز واحده منهم دايرها وطالبين عليه ممكن 5.5 ولا 5 نجح حصل في 6 يعني كلها كان فوق 6 رغم انه ما دارش بريبريشن كورس نهائي لكن انه هو مستواه اوريدي فايت الهدف اللي بيه فهذه هي النصيحه انه يكون مستواك يعني مستواك حيكون مقارب للدرجه المطلوبه انا لازم توصل لمستواك للدرجه المطلوبه بعد هذه البريبريشن كورس الامور تمشي سهله يعني سلسه نايس شكرا دكتور سو فشكرا جدا لمشاهدتكم ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله